وللحديث حول هذا الموضوع يسرنا يكون معنا عبر الهاتف سعادة السيد أحمد السلوم عضو مجلس النواب رئيس اللجنة المالية والاقتصادية بالمجلس. نرحب بك سعادتنا في نشرة الأخبار. وبداية تزامنا مع قرب افتتاح دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي السادس، كيف تقرأ سعادتكم دعم جلالة الملك المعظم للعمل التشريعي في مملكة البحرين؟ في البداية أشكركم على الاستضافة. جلالة الملك المعظم حمد بن عيسى الخليفة عاهل بلاد المفدى حفظه الله ورعاه هو يعني من أوائل المؤمنين بأهمية الدور التشريعي الرقابي على مستوى المنطقة، وهو ما تأكده التجربة البحرينية الرائدة في هذا الصدد، وإصرار جلالته على دعمها ومساندتها بشتى السبل والطرق التي تؤكد سعي جلالته المعظم على ترسيخ الدور التشريعي ودوره وركائزه، حيث بدأت مبكرا حين قرار ميثاق العمل الوطني والدستور بعد مباشرة من توليه صاحب الجلالة مقاليد الحكم، وهو أيضا يعكس وبشدة اعتزاز جلالته بالجهود الهامة التي تواصل بذلها السلطة التشريعية في القيام بمسؤولياتها وواجباتها الدستورية والرقابية، وهذا يؤكد تعزيز مفاهيم الديمقراطية النابغة من الثقافة والقيم الوطنية العريقة. أيضا يعني هناك كثير ما يبادر فيه جلالة الملك حفظه الله ورعاه في أكثر مناسبة بالإشادة والتأكيد على دور مجلسي الشورى والنواب والتنسيق المستمر معها لدعم مسيرة التنمية الشاملة، وأيضا للدفاع عن مصالح الوطن والمواطنين وتطوير منظومة القوانين والتشريعات بما تلبي جميع يعني تطلعات المواطنين وازدهار مملكة البحرين. نعم. وأيضا هذه المسارات تعزز مسار الديمقراطي وتقوي أدائه وتقوي المنجزات ودعائم اللي مشي عليها مشروع جلالته الإصلاحي. ويعني أنا بكل صدق يعني أقدر أقول أيضا أن الجميع في مملكة البحرين سواء من الشعب البحريني أو من النواب أو أيضا من السلطات التنفيذية والقضائية، الجميع بلا استثناء يستشعر ما تحظى به من اهتمام للسلطة التشريعية من جلالة الملك المفدى، وبالغ أهميته ورعايته لهذا الاهتمام ودعمه في جميع خطواته لهذا المسير إن شاء الله. وأيضا أنا يعني أو نحن أيضا كنواب نعرب من جانبنا يعني عن كامل الاعتزاز بهذه الثقة الغالية، معبرين بكل عبارات الشكر والتقدير لصاحب الجلالة وتوجيهاته الكريمة وعلى اهتمامه ورعاية جلالته ودعمه للسلطة التشريعية، والذي شكل الركيزة الأساسية لإثراء العمل النيابي والتشريعي وأيضا تحقيق المزيد من الإنجازات لصالح المملكة وشعبها، مدركين عظم هذه المسؤولية فيما يتعلق بسن التشريعات وتطوير القوانين. ونحن اليوم يعني نعاهد جلالة الملك على بذل أقصى الإمكانات للقيام بالمهام التشريعية وفقا لتوجيهاته السديدة بإذن الله تعالى إن شاء الله. نعم سيد أحمد، أهمية هذه المرحلة من دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي السادس كيف تقرأها؟ طبعا هذا الدور دور جدا مهم، وهو الدور الثاني. احنا اليوم عندنا العديد من المشاريع والقوانين والتشريعات اللي احنا في صدد استكمالها اللي بديناه في الدور الأول، أهمها طبعا موضوع اللي هو سعي في رفع الخدمات الإسكانية وإيجاد وظائف للباحثين عن العمل ورفع أيضا مستوى المعيشة للمواطن البحريني، وتماشيا مع تحقيق التوازن المالي ودفع قدما في برنامج التعافي الاقتصادي، والذي دوره أن يتم يعني استقطاب المزيد من الاستثمارات الخارجية التي هي بشكل عام راح تؤثر بشكل إيجابي في إنعاش الاقتصاد البحريني وخلق فرص جديدة للمواطنين. فاحنا عندنا كثير من هذه الملفات، وهذه الملفات كلها يعني ملفات اقتصادية خدمية. نعم. احنا بدينا فيها في الفصل التشريعي الأول، واليوم احنا راح نكملها وراح نشوف النور وراح يكون نفعها على البلد والمواطنين بإذن الله تعالى. نعم، سعادة السيد أحمد السلوم عضو مجلس النواب رئيس اللجنة المالية والاقتصادية بالمجلس، شكرا جزيلا لك.